أقيمت في قرية كفركنة جمعية نسائية هدفها تعزيز ممارسة الرياضة لدى النساء وترسيخ أهمية الرياضة للحفاظ على جسم سليم وصحي. اللي حفدنا أفوت على الجمعية إنه فيها كثير شغلات اللي هي بتساعد المرأة مثل التمارين الأوروبيكا والزومبا اللي بنعملها إحنا، يعني هي قليل ما موجود ببلدنا. هذا الشيء حفظنا أفوت إن هالرياضة هي كثير صحة للجسم، وإحنا بحاجة نكون نعمل عنا رياضة دائما. يعني إحنا متابعين معها نظام أكل صحي، وإحنا بالرياضة دائما معها، وهذا الشيء كثير بساعدنا. بدعم الصبايا إنه يفوتوا على الجمعية لسبب واحد اللي هو الأكثر شيء، هو الرياضة يعني والصحة الجسم. تتوافد النساء للاشتراك في الجمعية بدافع الرغبة في الحفاظ على أجسامهن تحت إشراف مدربات يرشدنهن بشكل مهني وفعال. احنا واحد من أسس الحياة الصحية هي الرياضة، نظام أكل مع رياضة. بشجع كثير النسوان، بالذات النسوان العربيات، بما انه اكلنا احنا كثير دسم وبعمل يعني طبقات دهن. يعني بنشوف المرأة اليوم قبل ما تتجوز شكل، وبعد ما تتجوز بنشوفها زادت صارت الضعف. فمهم جدا انه كل النسوان بالذات العربيات يجوا يعملوا رياضة، لانه احنا اكلنا كثير دسم ومش صحي. فالرياضة شغلة مهمة مهمة جدا. انا مدربين هون كرة الطائرة. اول شيء اني بتعرفوا على الرياضة نفسها ايش هي، بتعلموا كل شيء جديد لانه كل شيء جديد عليهم هن بيعرفوهوش. ومن ناحية رياضة، هي رياضة زيها زي اي رياضة، رياضة مهمة كتير، رياضة نسائية بالنسبة لي من الدرجة الأولى، رياضة راقية جدا، فيها عنف، فيها كتير مساعدة جماعية، فيها كتير ذكاء عشان يقدروا يجيبوا نقط بهاي اللعبة، مش بس بدهاش بس قوة كل الوقت. وبالنسبة لي هي من أرقى الرياضات الموجودة يعني واللي طلعت. الرياضة هي الإدارة العاقلة للجسم، هي راحة نفسية وجسدية، ومثل هذه الجمعيات النسائية هي بمثابة كنز لكل امرأة، فالعقل السليم في الجسم السليم.